أكبر قرشة ودن من كولر كانت الإمام إمتى؟ كانت كنا في ماتش كنت متصاب فيه، ماتش الإسماعيلي، متصبت في أنكل رجلي، وبعدين نزلت. كان ساعتها قلت لهم أنا هكمل في التمرين، يعني طلعت أنا الماتش ده، طلعت ما كملتش وما رجعت التمرين، قلت هكمل أدوس على نفسي، وما قدرتش ساعتها أكمل. كانت رجليها كانت وجعاني جدا، حتى كلمت مع الدكتور جاب الله وقلت له انا رجلي حاسس بوجع، قال لي دوس عليها وما تقلقش من اي حاجه. وبشكر طبعا، عايز اشكر الدكتور جاب الله طبعا، جميل دكتور جاب الله. نعم. بصراحه واقف معانا كلنا، ما بيسيبش حد في اي حاجه سواء بره الكوره او جوه الكوره، من الشخصيات المحترمه جدا. طبعا. فساعتها لما جيت اتكلمت قلت له دكتور انا مش حاسس برجلي، انا رجلي بجري مش قادر اجري، مش دي مش جريتي. ففي التمرين جينا في التمرين ما كنتش قادر فعلا، فكنا رايحين نلعب سان داونز، ايوه لقيت نفسي بره الماتش، طلعك بره الرحله. بره الماتش خالص. فانا زعلت طبعا، انا كان نفسي اروح معاهم. فبعدين لما اتكلم معايا قال لي لا انا خايف عليك. ده ففهمت كولر. فهمت وجهة نظره، يعني لان هو الراجل بصراحة صريح، يعني صريح. صريح معايا عموما، يعني بيتكلم معايا، بيتكلم مع اللعيبة كلها. ممكن اكيد في لعيبه تانية تبقى زعلانه ليها ما بتشاركش ما بتشاركش، ودي حقها طبعا. بس هي دي يمكن ده الموقف بس اللي حصل. بس لكن ما فيش اي حاجه. منضبط كولر. جدا جدا يا كابتن، وملتزم بشغله وجد بصراحه، يعني هو جد مع كله. انت بتحب يوظفك في انهي مركز؟ هو كابتن لعبني في كذا مركز، بس يعني هو اللي بيطلبه مني بعمله له. يعني جينا في ماتش في سيراميكا في ده السوبر محطك ناحية المصري، الشمال. بعد الماتش لما جه يتكلم معايا جابني بعد الماتش لوحدي، قال لي وراني فيديوهات ليا، قال لي انت قول لي ايه اللي انت شايفه وقدمته. ما كنتش كويس يومين. قلت له لا انا ما مش شايف حاجه، يعني مش شايف، ما عملتش فرق كبير قوي. قال لي بس انا في حاجه، انت عملت اللي انا عايزه، يعني اللي انا عايزه انت عملته لي، لكن انت تزيد من يعني تزيد حاجه اضافيه دي من عندك انت. ما عملتهاش. فانا يعني وفاهمه، وبعدين انا فاهمه جدا تفهمه. وهو فاهمني طبعا، وفاهم اللعبه كلها بصراحه. نعم. يمكن هما دول الموقفين بس اللي ما انا بتحبش تلعب ناحية الشمال، ما لا بترتاحش يعني. لو لا قال بس لك العب جون هتلعب، حارس مرمى، لكن اي حاجه هلعبها، اي حاجة هتلعب. اي حاجه هلعبها والله. يمكن انا كابتن لعبت اصلا لحد وقتنا هذا، انا لعبت في ال10 مراكز. لعبت انا جات لي فتره في الزمالك، كان محمود علاء مصاب والونش مصاب، لعب سيرد باك والله. كان في ماتش في افريقيا كانت الفرقه ما جاتش، كان في فرقه في ايوه افريقيا ايوه في برج العرب الفرقه ما جاتش. كنت انا محطوط كان جنب عبد الغني لا والله. والله، ولعبت باك رايت باك ولعبت رايت. باك ده انت ليفت، لعبت على ساديو ماني. ولعبت باك ليفت في الحرس، ولعبت 6 في الزمالك، لعبت في كل المراكز، لعبت سترايكر في الحرس برضو، الحمد لله لعبت في كل المراكز.